مؤلف؟ لا مش فاكر الصراحة. في حدود سنة 2010 2012 في الحدود دي. طيب غلط. أنا مش دارس تاريخ. مش دارس تاريخ. بس أنا قلت ربنا يستر في الأول. بتحبش التاريخ بقى؟ لا مش قوي. ما بحبوش خالص. برضه مش فاكر. لا مش فاكر عشان انا كنت ضيف شرف في حلقه بس، ما اتفرجتش غير على كام حلقه بس. دي انا فاكرها كانت 2015 2016 في الحدود دي. كانت الزوجه الرابعه؟ لا ما انا ما طلعتش غير في اول في ما طلعتش غير في حلقه وكنت ضيف شرف ما كنتش فيها كبير يعني، وكنت ساعتها كنت صغير ما كنتش بتابع مسلسلات يعني. مش فاكر والله. انا بقول كده كفايه يعني بالاسئله. مش فاكر. ايتن عامر؟ ايتن عامر صح. صور صور كده 2 من 10 كده حلوين قوي. تمام. الف شكر.